أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: من أوتر في أول الليل وأراد أن يصلي في آخره، هل يشفع الوتر بركعة ثم يوتر مرة أخرى في آخر الليل؟ نعم، ذكر الفقهاء أنه إذا أوتر في أول الليل وقام آخر الليل أنه يصلي ركعة تشفع له الوتر الأول ثم يصلي ما تيسر من الليل، ولكن هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه. الصحيح أنه يقوم ويصلي آخر الليل ما تيسر له ويكتفي بالوتر الأول، وتجوز الصلاة بعد الوتر. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر، وصلاة العشاء وصلاة المغرب، صلاة المغرب وتر النهار، ومع هذا يصلى بعدها، تجوز الصلاة بعد الوتر. فيقوم من آخر الليل ويصلي ما تيسر ويكتفي بالوتر الأول، لأنه لا وتران في ليلة كما في الحديث. نعم.